تقريبا العيب في الجامعة مش في الناس اللي فيها بس. ايه اللي حصل؟ مش عارف. فاكرين كده حضراتكم من كام اسبوع كانت في هوجة حصلت على استاذة جامعية في جامعة السويس، كانت بترقص فوق سطح بيتها ونزلت صور ليها على الفيسبوك وهي بالمايول بكيني وحاجات كده. المهم الجامعة كلها وقفت على رجل وعايزين يمنعوها من التدريس. النهاردة قرار تاني في مجلس التأديب بجامعة السويس بفصل 4 طلاب بعدما قاموا بتعليق اليافطة اللي حضراتكم شايفينها دي. دي لفت يعني لافتة أو يافطة غرامية لطالبة بتحب طالب داخل الحرم الجامعي وكتبت فيها أنا غلطت في حقك كتير وبعتذر لك قدام كل الناس، أسفة يا مودي بحبك قوي، أسفة يا مودي بحبك قوي. طبعا هو الحب مش عيب والتعبير عنه بالطرق إلا إقاء برضو مش عيب، بس الجامعة ليها قدسيتها واحترامها، واللي يعني ما تسمحش بإن احنا يعني نبدي هذه المشاعر بهذه الطريقة يعني ونحولها لمشهد يعني يعدي عليه الناس يقول لك إيه. الجامعة مش نادي، الجامعة مش نادي ماما انت وهي ويعني الشباب، الجامعة مش نادي. بس الغلط فين وعند مين؟ هل الجامعة هي اللي ما قالتش للطلاب ان الحرم الجامعي ده له حرمة له قدسية؟ ولا الاب والام ما بقوش بيعلموا ولادهم احترام الحرم الجامعي؟ ولا الشباب اللي خدوا اليافطة دهيت بيهزروا؟ ولا الطلاب ما بقالهمش كبير؟ ولا بعض الدكاترة بوظوا بعض الطلبة؟ ولا محتاجين نقرب شوية من مشاكل الجامعة، ومحتاجين كمان نقرب من مشاكل أساتذة الجامعة بكل أبعادها بقى، فيها البعد المالي وفيها البعد غيره. يا جماعة شبابنا أمانة في أعناقنا، سواء كانوا في الجامعة أو في المدرسة أو بره الاتنين، وحتى لما بيكبروا ويعتمدوا على أنفسهم وبيشتغلوا، الانحطاط الأخلاقي يدمر البلد. والحقيقة اللي بقى بيربي بجد لا هو الأب ولا الأم، ده بقى التلفزيون والنت. خلوا بالكم من تربية أولادكم يا جماعة، الموضوع مش هزار.